مع انتهاء صلاحية تفاهم مار مخيل، حزب الله عم يتصرف وكأنه رئاسة الجمهورية صارت من صلاحياته، كونه راعي النظام الفعلي. لما أخذنا أوامر وكتبنا اسم، يعني كتبنا اسم. وإذا كان بالماضي في يلطة ورغطة مسيحي، أنت يا سيد حسن ولا يوم نحن شكينا بصدقك. اليوم بده يفرض الحزب مرشح سليمان فرنجية، بس فرنجية منه أي مرشح، هو الابن المدلل للنظام السوري بلبنان، وبترشيحه بيكون حزب الله عم بيبعت عدد من الرسائل للداخل. فرنجية مرشح منظومة الفساد، وهو بيفتخر بقدراته بهالمجال. بينجو اللي دايما بيهتونا فيه، نحن وقت أيام كنا بوزارة الداخلية، وين الغلط بالبينجو يعني أنا؟ مع ترشيحه، حزب الله عم بيعلن نهاية أي ادعاء إصلاحي، والقضاء نهائيا على المسار اللي انفتح بال 2019. هناك مستندات ووثائق، لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة إلى السجن. فرنجية حامي مطلوبين للعدالة بقضية المرفأ، وهو بيفتخر كمان بهيدا الشيء. أتحدى القاضي يقول من سحبه منه، أتحدى القاضي يقول من جابه. ومع ترشيحه بيكون حزب الله عم يستكمل انقلاب على التحقيق. هيدا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي، ما حدا مقلب على حزب الله. فرنجية مرشح فائد لأي رؤية اقتصادية أو سياسية، احكي بخطة اقتصادية مش شغلتي أولا، غير ولائه لعائلة الأسد وسلاح حزب الله. لو شغلة ما بيملكوها كتار هي ثقة حزب الله، ثقة الرئيس الأسد. ومع ترشيحه بيكون حزب الله عم بيأكد أولوية المرحلة القادمة، وهي تأكيد هيمنة ما بيعكرها أي اعتبار معيشي أو قانوني أو توافقي. فرنجية مرشح تيار المرضى اللي عنده نايب واحد هو ابنه، وزعامته بتقتصر على ضياعته. مع ترشيحه حزب الله عم بيعين رئيس ولائه للحزب بالكامل. بلحظة تحولات أقليمية ومع انهيار التحالف الشيعي المسيحي، التفاهم مسخ الكذبة كبيرة، قرر حزب الله يصعد من خلال محاولة استيلاءه على منصب الرئاسة بمرشح دوره الوحيد يأكد أنه الحزب منه بقى بحاجة لحدا. وضوح.